نعتز بشراكة المجلس مع مؤسسات القطاع الخاص في البحرين، ونشكر بورصة البحرين على تنظيم فعالية قرع الجرس للمساواة بين الجنسين في مكان العمل، وهذا يدل على حرص المؤسسات لدعم جهود الدولة في هذا المجال، وخاصة بتبنيهم لتوجهات النموذج الوطني للتوازن بين الجنسين اللي أصبح بمثابة الآلية المسؤولة عن متابعة تقدم المرأة البحرينية وقياس مؤشراتها، اللي توضح بأن مشاركتها في المؤسسات المدرجة في البورصة في تطور مستمر، بوجود حوالي 25% من النساء العاملات فيها، وتبلغ نسبة المستثمرات 29% بحسب آخر الإحصائيات، وهذا كله يصب طبعاً في مسار جهود الدولة لدعم الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة 2030 الخاص بتمكين المرأة.